أهلا بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية والمزخرفة الأردنية ربا أبو شوشة. تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. معكم الشاعر محمد خير من جمهورية مصر العربية التي طالما حملت هم قضيتنا الفلسطينية، وأتوجه بالتحية والإجلال والإكبار إلى أبطال فلسطين الأحرار وإلى شهدائها الأبرار الذين رفعوا راية الأمة. أشارككم قصيدة بعنوان طوفان الأقصى. القصيدة أقول فيها: كل الجيوش روايات ملفقة، وفي فلسطين إثبات وتحقيق، قالت حجارتها صدقا فخر لها درع مدرعة فالقول موثوق، وحلقت في سماء القدس أفئدة تغزو الظلام فصبح القدس معشوق. حجارة الأمس آتت أسدها لهبا، هو الجحيم على صهيون مطلوق. لا وقت للشجب للتنديد في غرف صماء، إن حديث المجد منطوق. كتائب العز صاحت فالدنا سمعت، والرعب صافرة لم يجدها بوق. أكذوبة أن إسرائيل باقية، أكذوبة أن إسرائيل باقية، قد زلزلت إذ بدا في الأفق تحليق. حجارة الأمس في عين السماء حمم، وقودها الموت والأصداء تحليق. طوفان غزة والأقصى طوى زمنا كالماء كنا، وكل الكون إبريق. ليكتب اليوم للدنيا معادلة جديدة ما لها في الأرض تعويق. صاح الأشاوس صيحات الردى، صاح الأشاوس صيحات الردى، فهوت مستوطنات كأن الأرض صندوق. والغاصبون كليل حان مرقده، والغاصبون كليل حان مرقده، لن يسجن الصبح في الآفاق مخلوق. شكرا جزيلا وتقبلوا تحياتي. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أسعد الله أوقاتكم. أنا صالح حمدوني، كاتب وفوتوغرافي أردني. سأتحدث اليوم عن الكتاب النقدي الذي صدر عن وزارة الثقافة الفلسطينية عام 2022 بعنوان على قيد الضحكة الأبدية، محمود عيسى موسى روائيا. هذا الكتاب هو حصيلة جهد بذلته لتوثيق كل ما كتب عن تجربة الدكتور الروائي والفنان التشكيلي محمود عيسى موسى في الصحافة وعلى مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت، عن مجمل أعماله الروائية تحديدا. والأستاذ الروائي وال الفنان التشكيلي محمود عيسى موسى هو روائي أردني صاحب تجربة طويلة في
الكتابة الروائية. بدأها برواية حنتش بنتش، وهي الرواية التي اصطلح على تسميتها برواية النكبة الفلسطينية أو رواية المخيم. ثم كتب رواية متخيلة عن الأرض الفلسطينية، صنع أسطورة متخيلة اسمها ليلو وحتن، ثم أصدر رواية متميزة حقيقة سماها مكاتب النارنج، ثم أصدر الشمبر، ورواية عن تجربته مع مرض السرطان اسمها بيضة العقرب. ومؤخرا بعد اعتكاف طويل وعزلة لظروف ألمت به، لظروف صعبة، أصدر عملا جديدا اسمه حبيبة السلحفاة. الدكتور محمود عيسى موسى هو أيضا فنان تشكيلي متميز، له بصمة واضحة وتجربة عميقة في مجال الفن التشكيلي. يمكن أن أتحدث عنه وأختار هذا النص لأقرأه من الكتاب. أقول فيه في خاتمة الكتاب: يؤكد محمود عيسى موسى عبر تجربته الروائية قدراته في النسج الروائي بمهارة وتلقائية، حيث يقوم بتوظيف ذاكرته ومعارفه المتنوعة لإثراء النص الروائي. وهذا جانب من التجريبية والحداثة في الأدب، فالنص مفتوح على الحياة بأشكالها المتعددة، ما من شأنه الارتقاء به. وأن تقرأ لمحمود عيسى موسى يعني أن تشرع صدرك للريح، فهو لا يكتب ترفا واستعراضا، يكتب محمود ليعلي اللحظة الإنسانية ويعلنها، ويعني أن تفتح عقلك وتسترخي تماما. يكتب وعيا وتجربة هي سمعه وبصره وأفكاره وأيامه. شكرا. الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة، كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن الزخرفة النباتية، وهي عنصر من عناصر الفن الإسلامي إلى جانب العناصر الزخارف الهندسية والزخارف الخطية والزخارف النباتية. الزخرفة النباتية يعني أنا كمدرس بقسمها إلى قسمين: الزخرفة النباتية، أسلوب الزخرفة السائد في العصر العثماني، وهي الزخرفة النباتية اللي محورة تحوير، يعني نصف محورة، يعني وأقرب تكون للطبيعة. وثانيا وزخرفة الرومي، وهي المحورة تحوير تام، نقصد بالتحوير اللي هو التجريد وإجراء بعض التعديلات على الوحدات والعناصر الزخرفية. نفضل، يعني أنا كأستاذ أفضل تدريس الزخرفة النباتية في البداية ل الطلاب والطالبات الذين يتعلمون الزخرفة النباتية، لأنها أقرب ما تكون للطبيعة وممكن مشاهدتها في الطبيعة، حيث أوراق الأشجار والزهور والبراعم عند تفتيحها. وتقسم يعني إلى عدة عناصر وحدات، منها خمس أجزاء رئيسية، وهي الأوراق والبنج والسويقات والبراعم والهتاي. الأوراق اللي هي ورق الشجر وتسنينه وإجراء بعض التحويرات عليه، إن شاء الله رح نرسم يعني جزء يعني ورقة حتى يكون يعني واضح في هذه الصورة، يعني لعدة الأوراق بسيطة مع إجراء التحويرات عليها بسيطة بهذه الطريقة، ولها أكثر يعني من شكل واتجاه. إحنا يعني نعلم الطلاب يعني كيفية رسم الورقة الرئيسية بأربع اتجاهات حتى يتمكنوا من رسمها فري هاند كرسم حر، ويعني نقوي مهارتهم اليدوية، لأنها كل جزء من هذه الأوراق هو عبارة عن جزء من دائرة، يعني قطعة دائرية أو مسار دائري. فنطلب من الطلاب أولا أنهم يتدربوا على رسم الحلزون، كيف رسم الحلزون مثلا بشكل دائري، ومن ثم نعلمهم طريقة رسم الورقة بشكلها الصحيح،
بعدة اتجاهات لهذا الاتجاه أو الاتجاه العمودي، وأيضا لها شكل آخر في نهاية التصميم، لأنه في تصاميم الزخرفة النباتية هنا ينتهي المسار في تصميم الزخرفة النباتية بورقة، فلا بد أن تكون يعني نهايتها دائرية، وعند رسمها تكون بهذا الشكل. تمام، ممكن نرسمه هنا. إذا نلاحظ هذا عبارة عن قطعة دائرية أو جزء من دائرة، ويتم رسم الورقة عليها بهذا الشكل. هذا يكون نهاية مسار التصميم النباتي، الزخرفة النباتية، لأن الزخرفة النباتية عندما نتعلم كيفية التصميم فلابد أن يبدأ تصميم زخرفة النباتية بورقة أو ورقة منكسرة أو مجموعة أوراق، أو يبدأ من البنج، لكن نهاية المسار في أي تصميم نباتي يجب أن ينتهي بورقة بهذا الشكل. هلا ممكن إجراء بعض التحويرات على الورق بهذه الطريقة، طريقة سهلة وسريعة ومبسطة، هذه التي نقصد بها التحويرات، يعني إضافة بعض التفاصيل أو تسنين الورق. في عدة نماذج، هذا نموذج وهذا نموذج، هاي النماذج كلها للأوراق البسيطة الأساسية مع إجراء تحويرات بسيطة عليها. أيضا العنصر الثاني من عناصر الزخرفة النباتية وهو السويقات، نقصد بها يعني أوراق مرسومة على ساق الزخرفة، مثل عندنا هون نوضح فيها شكل الأوراق الرئيسية مع تحويراتها، عندنا أيضا هذه السويقات نقصد بها اللي هي وحدات نباتية، أجزاء من الوحدات النباتية مرسومة على الساق. البرعم هذا له عدة أشكال، منها البسيط منها المعقد. البنج نقصد به هذا البنج اللي هو مقطع أفقي أو علوي للزهرة النباتية، منه الخماسي ومنه السداسي، يتم تقسيمه يعني رسمه بشكل دائري بداية كرسم أساسي، وتقسيم الدائرة لأربع أجزاء أو خمس أجزاء أو ست أجزاء حسب شكل الوحدة الزخرفية اللي أنا بدي أرسمها. تمام، وعندنا الشكل هذا اللي هو الهتاي نقصد فيه، اللي هو العنصر الخامس من عناصر الزخرفة النباتية، الهتاي اللي هو المقطع الطولي للوردة أو للزهرة النباتية. البراعم طبعا هي الزهرة يعني في أول تفتحها، في لها عدة أشكال، رح نرسم إن شاء الله يعني نماذج بسيطة يعني منها، نرسم المسار دائري جزء من دائرة. الورقة وتفرعها من المسار الرئيسي يجب أن تكون باتجاه مع اتجاه المسار، يعني أنا أرسم المسار اتجاهه بهذه الطريقة، فلازم الورقة تكون مع اتجاه المسار. مثلا هذا نموذج بسيط، هذا نقصد فيه السويق اللي هو زهرة نباتية مرسومة على الساق. البرعم نأخذ شكل بسيط للبرعم، طبعا رسم البرعم يكون متناظر من الجهتين، يعني ممكن نرسم جزء منه اليمين أو اليسار ونكرر الجزء الآخر. شكل بسيط للبرعم، هذا الساق
بداية من رسم الورقة الأساسية. عندنا هون الساق، وهنا الورقة الرئيسية، وعندنا هون البتلات. ممكن رسمه بهذه الطريقة كنصف الأيمن، ومن ثم نكرره على ورق الشفاف، ورقة التريسنج من الجهة المقابلة. هذا في بداية الرسم، لكن من يتمكن يعني من الرسم بشكل فريهاند جيد ممكن رسمه من البداية بشكل متناظر، رسمه كاملا. البنج عفوا لازم يكون شكله دائري، يعني نرسم دائرة في شبلونة الدوائر، هذه في مسطرة الدوائر. نقسم مثلا، نرسم بنج ثلاثي، نقسم الدائرة إلى ثلاث أجزاء متساوية مثلا بالنظر. هنا لازم يكون مركز أو السنتر تاع البنج. نرسم الأوراق الرئيسية الثلاثة، عشان هيك احنا بنعلم الطلاب يعني في البداية كيف تعلموا على رسم الورقة الأساسية في جميع الاتجاهات، حتى ايدهم تتدرب على رسم الفريهاند للورق، لأنه الورق يعني راح يدخل في جميع عناصر الزخرفة النباتية، في الورقة، في السويقات، وفي البراعم، وفي البنج، وفي الهتاي، في جميع العناصر. هذه الأوراق الرئيسية. المسافة اللي بين الأوراق يتم تقسيمها أيضا بالنظر، ورسم البتلات بهذه الطريقة مثلا. يعني هذه ليست أشكال معتمدة، لكن إحنا حسب تقسيم الدائرة والشكل اللي نريد رسمه ممكن يعني نفس هذا الشكل الثلاثي أعمل عليه تحوير آخر. هنا أخذنا الشكل النهائي، غمقناه بالرصاص الأسود حتى يبرز بصورة أفضل. هذا البنج نسميه، أو المقطع الأفقي للزهرة النباتية. هلا بعد رسم الفريهاند ورسم الوحدات النباتية ورسمها بالرصاص، في تقنيات للزخرفة النباتية، منها تقنية الهلكار اللي هي سحب اللون ظل بالذهب وتحديد بالذهب على أرضية غامقة، ومنها تقنية التذهيب باستخدام الذهب الحقيقي وألوان القواش. رح نشرح شرح بسيط عن زخرفة الرومي اللي هو العنصر الثاني من عناصر الزخرفة النباتية. بالمصاحف المملوكية من القرن الثالث عشر الرابع عشر الميلاديين، اللي هو العصر الذهبي للزخرفة والتذهيب، في عندنا هذا النموذج من المصاحف كيف تحليله للحالة يعني كزخرفة الرومي الموجود فيه. أنا هون قمت في تحليل زخارف الوحدات الزخرفة الرومي اللي موجودة فيه حتى يكون واضح كرسم فريهاند لكل العناصر الزخرفية الموجودة فيه كالوحدات، منها الرومي البسيط والرومي المتفرع والرومي المسنن، وطريقة رسمه داخل وحدة تكرار معينة، مساحة معينة، وكيفية تكرارها من الجهة المقابلة، منها ما يكون مساحة متناظرة يتم تصميم النصف ومن ثم التكرار إلى النصف الآخر مثل هذا الجزء وهذا الجزء. أما هذه فهي وحدة تكرار للإطار الخارجي، هذا الإطار تمام، ومن ثم يتم تكراره وتنزيله على المرقع أو الورق المقهر، ومن ثم تنفيذه بالألوان الذهب وألوان القواش. وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية والمزخرفة الأردنية ربا أبو شوشة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك أستاذ ضيفة محمد. على فضاءات وعلى الرافدين. الله يسعدك أستاذ محمد، شكرا كثير على الاستضافة اللطيفة،
إن شاء الله تكون المقابلة خفيفة لطيفة على سمع المتلقين. مؤكد إن شاء الله. مؤكد مؤكد مؤكد. حياك الله، ولنا الشرف والسرور أن تكون ضيفتنا. أشكرك. بداية يعني حضرتك حاصة على ماجستير في فنون العمارة الإسلامية من جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن، لذلك تقولين إنك استفدت من تخصصك في الفنون الإسلامية التقليدية في منظورك إلى الرسم، فالشكل الذي نتلقاه بعيوننا كما تقولين هو المرتبة الثانية بعد الرمز الباطن. صحيح. والمعنى الذي بدوره يمنح ترددات عبر انتقاله إلى اللوحة. كيف نفهم فلسفة الرمز الباطن لما نتلقاه بعيوننا؟ بشكل مختصر أو بشكل مبسط رح أطرح الفكرة اللي، نعم، اللي بحاول أطرحها دائماً خلال المحاضرات أو عن طريق الأعمال الفنية اللي بعرضها سواء في المعارض في الأردن أو خارج الأردن. من الضروري نعرف إنه الفنون التقليدية معتمدة على الرمز الباطن، نعم، ولا بد وجود رمز باطن داخل أي عمل فني، وهو منعتبره السر أو عنصر التشويق خلينا نحكي للمتلقي، عشان يكون عنده في منطقة للتفكير ويحاول يحاكي العمل الفني اللي عم بتلقاه. لكن في مستوى تاني، إذا بدي أرفع شوي مستوى التفكير، الرمز الكامن داخل العمل الفني هو اللي عم بيأثر على المتلقي بطريقة غير مباشرة، يعني شاء أم أبا هناك تأثير على العمل، على الشخص المتلقي لهذا العمل الفني، لأنه الإنسان فيه نفس، وهاي النفس إلها نوافذ أو مدارك ممكن الواحد يأثر عليها، سواء من ناحية بصرية سمعية، نعم، في الشم وإلى آخره، من خمس نوافذ للإنسان، وأقواها اللي هي البصر والسمع، نعم. فليه ما نأثر عليه بطريقة إيجابية؟ كافينا كل الأحداث اللي عم بتدور حوالينا، فخلي الفنان يأخذ اعتبار إنه هو المصور أو انعكاس لإسم الله المصور في الأرض، فيكون تأثيرنا إيجابي على هذا الشخص اللي عم بتلقى الأعمال الفنية. فعشان هيك في عندي دائما في الأعمال الفنية تركيز على الرمز الباطن، نعم، عشان يكون تأثيري إيجابي على المتلقي. جميل. يعني في المعارض مؤكد هناك حوارات تحصل. صحيح. بينك وبين المتلقين المهتمين. صحيح. يعني غير المختصين. هل يعني لمستي أنه أغلب المتلقين الذين يعني يسألونك عن اللوحات إنه وصلوا إلى هذا الرمز، الرمز الباطن، أدركوا هذا مش هذا بالضرورة المعنى؟ نعم. مش بالضرورة، زي ما حكيت قبل شوي، التأثير شاء أم أبا لابد أن يكون في عليه تأثير، نعم، لأنه هو تلقى صورة، فأنا عبر نافذة البصر أثرت على نفس المتلقي، نعم، وإن شاء الله يكون دائما تأثيرنا إيجابي. بس هل إنه هو عم بوصل لهاي الفكرة أو لا؟ مش من الضرورة. لكن في ناس الباحثين أو العارفين في الرموز هم على مقدرة على قراءة اللوحة أو العمل الفني بناء على رمزه الباطن. بس برجع بأكد، مو من الضرورة تتأثر إذا أنت فهمت أو ما فهمت، لأنه، نعم، توزيع العمل الفني والرموز اللي موجودة والتشويق، عنصر التشويق اللي موجود أصلاً في العمل الفني، هو بحد ذاته، نعم، كافيني إنه الفنان المتلقي للعمل الفني يوقف قدامه ويصير في عنده هاي الفضول ما وراء هاي الرموز اللي موجودة. طبعاً مع توظيف اللون والتكوين التوزيع ككل، يعني كل الأشياء اللي عم تضبط أو المبادئ اللي عم تضبط العمل الفني. جميل. لديك حقيقة من خلال متابعتي لتجربتك التشكيلية وفي مجال الزخرفة أنه هناك تنوع في أعمالك، يعني هناك لوحات فنية وأعمال ورسومات على الأواني الخزفية. صحيح. تحتفي من خلالها بالطبيعة والأرض دائماً، هذا يعني مؤشر على ربا أبو شوشة أنها دائما تحتفي بالطبيعة وال... صحيح. وما تحتويه الأرض. يعني ما الرسالة التي تطمحين إليها من خلال هذا التنوع؟ أحيانا بعض سواء كان أدباء أو فنانين تشكيليين أو يحاول أن يركز على جانب معين من من الأدب أو الفن حتى يبدع. صحيح. كثيرا. وهناك من يحاول أن ينوع وله رسالة في هذا يعني اعتماد التنويع. ودي أن نسمع منك ما هي الرسالة التي تطمحين إليها. هلأ زي ما نوهت في البداية أنه تخصصي فنون عمارة تقليدية، نعم، وتبعه فنون جميلة الدبلومة، نعم، كان الهدف من هذه النقلة أو التعرف على أدوات أو مواد مختلفة لتطبيق الأعمال الفنية تنوع، نعم، واحد منهم، لكن الأصل الرمز، لأنه في مثلا زي ما ذكرت حضرتك الخزف وفي الخشب والنحاس وإلى آخره، وحتى اللون كلون لأنه هو بالأصل حجر،
اللون كلاتهم تنطبع لأنه أنت ترفع المادة من مستوى لمستوى. نعم. نحكي لها بالفنون التقليدية هي تشريف المادة، يعني زي لما نيجي نحضر اللون أنت بتاخده من حجر تكسره تطحنه. نعم. بتنقيه من الشوائب، بعدين تنقله من الحالة السكون اللي موجود فيها اللي ما فيها انبعاث للنور إلى إشي عم بطلع من النور اللي هو اللون. وأصل اللون هو النور، والنور من الله وإلى آخره، ما بدي أدخل فيها من ناحية فلسفية كتير، لكن هذا أول على آخر هو تشريف المادة. كذلك الأمر من الطين والخشب واواوا إلى آخره، كلات مدلون عم نرفعهم من مستوى لمستوى عشان نقدر ننقل عن طريقهم يصير حامل لرمز أعلى من الوجود الأصلي اللي موجود فيهم. وجود الطبيعة زي برضو ما ذكرت في الأعمال الفنية هي نعم. كانت النقلة من الفنون التقليدية لأني أكون أقرب للمتلقي. الفنون الإسلامية أو التقليدية بشكل عام لبعض الفئات بتكون تقيلة على عينهم أو تقيلة على الفهم. نعم. استيعابها أو مو قادر أعطي الكلمة بالضبط المناسب لإلها. فكان لابد أنه نطلع من إطار التقليدي مع المحافظة على مبادئه وأسسه بإطار نعم. معاصر. فصرت أحاول أنقل المبادئ والرموز اللي موجودة اللي في ضمن الأعمال الفنية، لكن بإطار خلينا نحكي ألطف ومعاصر أكثر. فكانت الطبيعة وهي آية من آيات الخلق، آيات الله، أو واللي بتابع أعمال الفنية هو على علم أنه دائما السماء حاضرة في أعمال الفنية أو إنعكاسها. فالسماء هي آية من آيات الله وبتحمل رموز كتير، بس هي الواحد بده ينصت لهاي الآيات عشان يقدر يشوفها ويسمعها. نعم، يعني يسمع إيقاع فيها، يسمع الإيقاع اللي موجود جميل. في الصورة. يعني إلى أي مدى يمكن للفنان التشكيلي الرسام باستخدام اللون أن يسحب المتلقي إلى خياله؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى ممكن أنه هذا يعتمد على استخدام اللون؟ يعني يعني توظيف اللون مهم جدا. أنا أسمع من كثير من من الفنانين التشكيليين يقول لك توظيف اللون مهم جدا حتى توصل رسالتك إلى المتلقي. إلى أي مدى كل فنان، هل كل فنان ممكن يستطيع أن يوظف اللون توظيف مناسب أنه يسحب المتلقي إلى الساحة التي يريدها؟ أم صحيح. هكذا أحيانا ننظر إلى لوحات نجد الألوان يعني خارج الإيقاع، يعني مشتغلة بشكل فوضوي، لا ندري، ربما الفنان له رسالة وله صحيح. فكرة نحن نراها يعني هكذا مزجة بشكل فوضوي. مزبوط. هلأ بناء على آخر جملة حكيتها هي حسب الرسالة اللي عم بحاول الفنان يوصلها. أول على آخر اللون هو جزء لا يتجزأ من العمل الفني، سواء بتنوعه أو بس إنه يكون بشكل منفرد ببساطته. نعم. مثلا في الفنون التقليدية عادة بنشوف اللون الأزرق والذهب، هذا بشكل أساسي يعني بنقدر نشوفه، وهي رمزيتها السماء والحقيقة. اللون الذهبي دائما برمز له هو الشمس، وأحدى رموزها اللي هي الحقيقة. فانتشار إشاعة هاي الشمس لابد يكون عن طريق السماء، والسماء لونها أزرق، فبيحكوا انتشار الحقيقة ترتبط ما بين الذهب واللون الأزرق فبوظفوها. فهي كانت مثلا أحد الرموز الأساسية اللي موجودة عندنا. كذلك الأمر في باقي الألوان، يعني أنا مثلا ما أجي بدي أطرح لوحة عم بحكي فيها عن السكينة، لازم أكون عندي علم مسبق بالألوان وتأثيرها على نفس المتلقي، بحيث أنه أعطي فعلا إيحاء أنه في سكينة معينة في العمل الفني. نعم. بس إذا أنا بدي أحكي على الانفعال ويكون زي اللوحات اللي فيها الشوق والعودة إلى الله وإلى آخر من تفاصيل أو معاني بدنا نحكي فيها، بروح بستعمل الألوان النارية، الألوان الحامية. نعم. لأنه أنا بدي أخلي القدام يكون منفعل، يصير في تفاعل ما بينه وما بين العمل الفني، وأحرك عنده يعني أنا أفهم أنه كل لون له تأثير خاص على صحيح. نفسية المتلقي. صحيح. وهم أضداد كمان. نعم. يعني فيك تأخذ تأثير هيك وفيك تأخذ تأثير هيك، بس هي بتفرق أول على آخر على تكوين العمل الفني. نعم. وكيفية توظيف اللون والعناصر التكوينية للعمل. جميل. في مشاركتك الأخيرة في الملتقى الدولي للخط العربي الذي يقيم في عمان، الخط العربي والزخرفة، قيمة قبل فترة في عمان، اعتمدت في لوحاتك الخطوط المتجهة نحو الأعلى، وتقولين أنه هي عبارة عن أبواب وللأبواب أقفال. نحن رأينا صحيح. الأبواب ورأينا الأقفال، لكن ما زلنا نبحث عن المفاتيح، أين نجدها؟ المفاتيح كامنة فينا. نعم. وهي بحاجة عشان نقدر نلاقي هاي المفاتيح لابد أنك
تمسح الغبرة الموجودة على القلب. نعم. وتبلش في عملية ينقي الواحد حاله من جوا عشان يلاقي هاي المفاتيح. نعم. لكن إذا بدي أحكيها بمعنى الصريح، كان بناء على الجملة اللي كانت مكتوبة لابن سينا، الوهم نصف الداء، الإطمئنان نصف الدواء، والصبر بداية الشفاء. نعم. فكانت هاي الثلاثية هي عم تحكي على أحد الأبواب المغلقة. نعم. وطبعاً هون إحنا ما بنحكي المرض فقط كمرض فعلي، هي كل المشاكل اللي منواجهها. أحياناً الوهم هو نفسه مرض. بالضبط. نعم. لأنه هو أساس أصلاً اللي كان يحكي فيه ابن سينا. نعم. عشان نتخلص من هاي القفول أو نفتح هاي القفول، وحياتنا هي كلها أصلاً أبواب. وكل باب أنت بدك تلاقي المفتاح المناسب عشان تعبر على المرحلة ما بعدها. نعم. وزي ما حكيت، هي حجاب وبدك تقيمه، أو هي غطاء. نعم. أو هي شيء غطى شيء، فأنت عشان تقدر تبصر لابد أنك تزيل، فخطوات بتمشي. جميل. هذه الأشياء تدرس في معاهد الرسم والفن التشكيلي أم تعتمد على ثقافة الفنان على قدرة إبداعه، على قدرة استنباطه، خيال على خياله الواسع؟ هلأ في جزء منه يدرس، لكن في جزء زيه زي أي مادة الواحد بدرسها، في جزء نعم. بيكون كامل على لابد إنه يعني يتلقاه في مرحلته الدراسية، ولكن نعم. الجزء الثاني بيكون هو ضمن جهد الطالب أو المتلقي لهذه الفنون. جميل. قديش هو بده يسعى، قديش بده يقرأ، قديش بده يوسع آفاقه، شريطة يكون فنان حقيقي يعني لديه إبداع. طبعا. نعم. طبعا. جميل. طبعا. أحد معارضك الذي أقمته في معرض دار المشرق بعمان حمل عنوان في خفايا الأفق أسرار، أنصت أو أنصت، يعني التاء ما كانت محركة، لذلك صحيح. يعني بودي أن أسأل إنه هذا الفعل مضارع أم فعل أمر حتى نفهم الرسالة التي يحملها هذا. أنا راح أطرحها بشكل عكسي. نعم. إيش رأيك أستاذ محمد؟ أنا أقرأها على الوجهين حقيقة، إنه أقرأها ممكن إنه الفنان نفسه يقول أنصت. تمام. وهو ينصت، أنصت إلى هذه الخفايا وإلى هذه الأسرار، وأيضا أدعو المتلقي أقول له أنصت حتى نسمع معا. صحيح. أو نطلع على هذه الخفايا، لأنه الفعل هذا فعل رباعي، أنصت ينصت، فدائما همزة قطع سواء كان في الفعل المضارع أو في فعل الأمر. صحيح. هي بتحمل الوجهين، لكن إذا إحنا بنحكي عنها كمعرض وفي ناس جايين يتلقوا هاي الأعمال الفنية أو يتشبعوا أفكار أو نعم. توجهات أو إلى آخره، فكانت فعل أمر من الفنان للمتلقي إنه ولابد إنك تنصت. نعم. إذا دخلت هذا الباب لابد أن تنصت. نعم. جميل. إذن هو فعل أمر. جميل. أعود إلى النصف الأول من العنوان، في خفايا الأفق أسرار. يقال إن الشاعر والفنان التشكيلي يرى في الأفق ما لا يرى المتلقي من عامة الناس من أسرار، فهل استطعت عبر ألوانك وخطوطك المتشابكة أن تكشفي أسرار الأفق للمتلقي؟ ممكن أسأله بطريقة تانية. نعم. هل استطعت أني أخلي المتلقي يكشف الأسرار أو يفهم أنا إيش عم بحاول أوصل؟ نعم. أو أنا إيش الإشي اللي عم بحاول أطرحه؟ يعني في اللوحات أنا كنت عم بحاول أخلي التوجيه إنه الإنسان يطلع على آيات الخلق اللي موجودة. نعم. وزي ما حكينا قبل شوي، هي كانت الشكل أساسي السماء. هل أنا قدرت أقيم هاي الحجب؟ ما عندي فكرة. عم بحاول، أنا حدا عم بسعى أو عم بحاول يوصل إيش الغاية من وراء كل شيء. نعم. فكان في خفايا الأفق أسرار أنصت، والإنصات هون كان المطلوب منه إنه يكون في عنا سكينة داخلية. نعم. بيكون في صمت، مش لأنه الواحد بسكت وبيكون في ضجة جوا، لا، عشان تنصت أنت لابد أنك تطلع من مرحلة الضجيج الداخلي لترتقي للعالم اللطيف. نعم. وفي هذيك المرحلة أنت ممكن تبلش تتلقى هاي الرسائل أو بتقدر وقتها. جميل. أنا عندما أطلب المتلقي أنصت أنه هناك صوت، سواء كان كلام أو موسيقى، أو المهم دخلنا في مساحة الصوت. صحيح. كيف ممكن للفنان من خلال الألوان يشعر المتلقي أن هناك أصوات كما الشاعر؟ نعم. كيف الشاعر بيخلي وهو بلقي شعره؟ نعم. اللي قدامه يتصور أو يتخيل هاي الصور. نعم. بيعكس الصوت في المكان، وكذلك الأمر المكان ممكن أنه ينعكس في الموسيقى. نعم. فأنا كانت وظيفتي في هذا المعرض برضو أني أنا أعكس هاي الصور البصرية
لأصوات تسمعها. فإذا أنت أنصتت فعلا فيك تسمع العمل الفني، ما بيعود هو فقط تأثير بصري، لا هو تأثير سمعي في نفس الوقت. نعم. فبحاول أعكسه من جو لجو، أو أنقله سوري من جو لجو. نعم. إن شاء الله أكون نجحت. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طيب، يعني من خلال أعود إلى موضوع الحوار بين الفنان التشكيلي والمتلقي والمشاهد والمتابع، يعني هل لمستي أنه بعض المتلقين كانوا سمعوا هذه الأصوات؟ توقعنا. نعم، جميل. بناء على تلقي على الناس اللي حضرت المعرض والتعليقات اللي هي ما بعد المعرض، توقع أنه كانوا سامعين زيي. جميل، سنكون بعد الفاصل معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية والمزخرفة الأردنية ربا أبو شوش. أعود إليك ربا، كنا نتحدث عن الخفايا والأصوات التي ممكن أن ينقلها الفنان التشكيلي إلى المتلقي، أنه من خلال الألوان، من خلال بعض الخطوط. والآن بدي أن نتحدث عن موضوع آخر. دائما يعني لوحاتك تعكس الصلة الروحية بين الأرض والسماء بامتدادات أفقية وعمودية، تخفي في تداخلاتها رموزا توحي المتلقي بارتباط الأرض بالعلوي. فكيف نفهم البعد الفلسفي لذلك الارتباط؟ تمام. هلأ المتابعين للأعمال الفنية على الأكيد بيشوفوا في عندي الأفقي. نعم. ومبالغة في الأفقي في الخط الأفقي، وكذلك الأمر في العمودي، وبشوف المربع وبشوف الدائرة وإلى آخره، لأنه زي ما حكينا كل واحد من الأشكال حامل رمزية معينة. لكن إذا بدي أروح على العمودي، فهو إذا بدنا برضه نربطه بالخط، هو حرف الألف. نعم. وحرف الألف هو امتداد أو انتقال من السماء إلى الأرض والعكس، هي الحركة العمودية. وإذا بدنا نعكس الخط الأفقي، هو حرف الباء. نعم. وإذا بدنا ننقلهم من ناحية رمزية ثانية، الخط الأفقي هو العالم الأرضي، هو العالم الترابي الجرماني المحسوس. بالمقابل العمودي هي النقل اللطيفة للعالم الروحي. نعم. لأن إحنا بننتقل من التراب للعالم اللطيف للعالم الروح. فهذا كان ولا بد وجود التنوع ما بين العالمين بناء على الرمزيات اللي بحكي فيها. فلما أجي أعمل لوحة أفقية، ولا بد إنه يكون معناها شيء مرتبط بالأرض أو في وجودنا الأرضي الحالي. وإذا كانت عامودية، إذن أنا عم بحكي عن الارتقاء من عالم ترابي للعالم الروحي. وبترتبط طبعاً هاي كلها المواضيع في العناصر التكوينية للعمل الفني، أو إيش الكلمات اللي أنا عم بستخدمها، أو إيش الهدف أو الفكرة ما وراء هذا العمل الفني. فمنرجع أول على آخر على كلمة تشويق وسر داخل هذا العمل الفني يسحب المتلقي لإله. جميل. إذن كل لوحة عمودية أنت قصدت فيها ارتقاء. ما يخص الارتقاء جانب السماء والجانب العلوي. صحيح. والأفقي ما يخص الأرض صحيح. بعض لوحاتك أراها تأخذ شكل دائري. صحيح. هذه كيف نفسرها؟ العالم الروح. نعم. فهون إحنا عم ننتقل من منطقة أرضية اللي هي المربع تماما. نعم. اللي هي الكون، والدائرة هي عالم الروح. فهون نفس الشيء، بنرجع لنفس النقطة. أنا إيش اللي عم بحاول أفسره داخل أعمال الفنية. نعم. فلكل فكرة لابد من تأطير معين داخل مساحة معينة، وعناصر برضو تكوين معين، ولون معين استخدامه. نعم. وكذلك الأمر، واحدة من الأشياء الأساسية، النفس اللي بده يكون داخل العمل الفني، حسب أنا قديش بدي يكون هو عالم لطيف وعالم روحي أو هو عالم أرضي. هل هناك ألوان معينة تستخدم بما يخص الامتداد إلى الأعلى وما يخص في الأفقي؟ في أحكيها بتطبيق اللي عندي في أعمال الفنية من ناحية تانية. يا أما استخدام الذهب، لأنه أحكي إحنا هون إحنا في منطقة الحكمة أو الحقيقة. نعم. أو فينا نروح على منطقة الدرجات الباردة الأزرق مع البنفسجي الهادي كلاتها، لأنه هاي عم تعطي على منطقة السكينة وعم تعمل على توازن ما بين الإيجابي والسلبي في نفس المتلقي. نعم. فأنا عم بنقله من عجقة الحياة وعالم الترابي وتقله لشيء لطيف. هذه أيضا تدرس في معاهد الرسم والفن التشكيلي نوعا ما. خلينا نحكي، برجع بحكي انه في شيء يدرس، يعني موضوع شيء الذهب يمثل الحقيقه هاي من الاشياء اللي تطرح. نعم. على الاكيد. لكن قديش انت حابب تتعمق
وقديش بدك تربط الرموز بده يصير عندك قراءات خاصة. فلا المعارض مثلا الفنية قبل ما أعملها في فترة قراءة بتكون ولابد عشان يكون يتكون عندي فكرة وخلص أرتب كل شيء وأعمل الرحلة اللي أنا باخد فيها المتلقين في المعرض من بدايته لنهايته. نعم، إذا كان معرض شخصي فقط لك. صحيح، وحتى لو كانت مجموعة أعمال فنية، لأنه مجموعة الأعمال الفنية برضه هي فيها فكرة أول على آخر. نعم. ما في عمل بنعمل بطريقة اعتباطية، لابد أنه يكون في معنى باطن زي ما حكينا في بداية المقابلة. نعم. وكيف أنت تطرحها أو تعكسها للشخص اللي مقابلك. جميل. غالبا ما نرى أن الحرف في أعمالك غير مقروء، غير واضح، يعني كأنه مطموس، كأنك تكتبين العبارات ثم تقومين بطمسها بالألوان. صحيح. أو باستخدام ورق الذهب. صحيح. يعني هذه حالة طمس الحروف، ما السر وراءها؟ الخط العربي أو الحرف كمان هو رمز للمعنى الصريح. يعني في الرموز في بتلاقي تحوير، في تجريد، في تبسيط، لكن الحرف العربي أو الكلمة هي المعنى الصريح لهذا المعنى، يعني خلص بتقرأها أنت فهمت المطلوب. نفس الشيء في العمل الفني، لكن في المنطقة اللي بدك تعمل فيها تخفي المعنى بتطمس الحرف، وكأنه في سر ما وراء هاي الأعمال الفنية. يعني حتى تدفعين المتلقي لأن يبذل جهد أكبر للوصول إلى المعنى. وأحيانا المتلقي قد يبذل جهد لكن لا يصل المعنى. لكن أثر عليه. نعم. لكن في تأثير عليه، وكل عمل فني حامل له اسم. نعم. يعني الأعمال الفنية مش مبهمة من ناحية الاسم. نعم. فهي بتكون المفتاح الأول لأنه يفهم شو المطلوب من وراء العمل الفني. نعم. اسم العمل الفني. وفي بعض الأحيان برضو في المعارض بكون خافية الأسماء عشان أشوف قديش في رح يكون عندي تفاعل من الناس اللي عم تتلقى هاي الأعمال الفنية. نعم. جميل. إحدى لوحاتك مزخرفة بطريقة جميلة، حملت مجموعة كلمات وهي الزهد، الوقار، الكرم، السلام، الجهد، الحقيقة. لا شك أن هذه خصال حميدة، لكن هناك خصال حميدة كثيرة. صحيح. فما القصد في انتقاء هذه العبارات وهذه الخصال، وما السر الجامع بينها؟ تمام. في هاي اللوحة هي تأسست كتأسيس، هي يعني كتأسيس أو كرسم اللوحة، هي متأسسة من 6 دوائر أساسية. نعم. ودائرة في الوسط. ال6 دوائر هي بتحمل المعاني المتعلقة في مدارك الإنسان. نعم. وهي طبعا بالاتفاق مش مرتبطة فقط في دين أو في حضارة معينة، هي في كل الحضارات وفي كل الديانات بتنقسم. يعني المدارك تقصدين الحواس؟ رح أوضح أكثر. نعم. اللي هي في 3 مستويات، اللي هي الإرادة والمحبة والمعرفة. الإرادة والمحبة والمعرفة طبعا هاي في مستوى من المستويات، وهي لان بطاقات مختلفة او إلها ترددات مختلفة من. نعم. من ناحية الكلمة او المعنى المطروح، لكن كلاتها بتصب اول على اخر في نفس المبدأ او المفهوم. فاذا احنا بدنا نحكي عن العمل الفني هذا، كانت اول شيء عندي الإرادة، بعدين زي ما حكيت المحبة، بعدين في عنا المعرفة. فالإرادة في هاي اللوحة اللي هي كانت زي ما حكيت حضرتك الزهد والجهد في أول كلمتين أو أول مصطلحين تم استخدامهم. وكل برضو كلمة رح نحكيها برضو هي تتفرع لأكثر من مستوى من الفهم اللي ممكن نطرحه. فأنا في هذا العمل الفني أنا كنت أحكي فيها في معنى ديني محض. نعم. هي كيفية العودة لله، اللي هي طريق العودة، لكن هي هاي بتيجي لوحة ما بعد لوحة المريد. نعم. فهي بتعكس فيها الإنسان الكامل، لكن في عالمنا النسبي، يعني الكمال النسبي في عالم أرضي. فكانت الزهد هي حالة الامتناع. نعم. عما سوى الله، واللي ما بعدها هي كانت مقابل لها الجهد. فالجهد هي كانت أنه أنت كيف تلهج لسانك وقلبك في ذكر الله والعودة إلى الله والبحث عن الله. المرحلة الثانية من المدارك الثانية اللي هي كانت اللي بنحكي عنها المحبة. نعم. فهي كانت معكوسة ضمن اللوحة الفنية بكلمتين، السلام والكرم. والمحبة هون طبعا في مستويات، ونفس الشيء الإرادة في مستويات حسب كل واحد وإيش الإشي اللي ببحث عنه. نعم. فإذا أنا عم بحكي أول إشي عن السلام والكرم في منطقة المحبة، السلام هي الطمأنينة الداخلية اللي هي ما بعود في قلب المتلقي أو قلب المؤمن أو العائد إلى الله سوى. نعم. الله. فبوصل لمرحلة الطمأنينة، وبتصير ما بعدها مرحلة الانفعال اللي هي الكرم. اللي هي الشوق إلى الله، فبتصفي في عندي مرحلة العطاء باتجاه. نعم. الله.
وكذلك الأمر بآخر مرحلة اللي هي مرحلة المعرفة اللي هي حسب اللوحة الفنية في محطوط عندي كنت استخدمت كلمتين الحقيقة والوقار. والحقيقة هون في اللوحة هاي هي كان تمييز ما بين الحق والباطل، والوقار اللي هي تظهر عليك هاي الصفات. إذا يعني ترتيب الكلمات جاء بقصدية دقيقة جدا، أنه أنت خليت الوقار في القمة صحيح. والحقيقة في الأسفل، من هنا الزهد متقابلين، نعم يقابلها الكرم، السلام يقابل الجهد ثم الحقيقة صحيح. بهذا الشكل الدائري صحيح، نعم اللي هي زهد جهد، وفي عنا السلام والكرم، وفي عنا الحقيقة والوقار. الوقار نعم. هي خلاص أعلى المراحل، إمتى ما تمت ما سبقها نعم. فهي بتظهر أو بتنعكس على الشكل الظاهري نعم أو الظاهر. جميل، إذن هناك فلسفة صوفية بالأمر صحيح، نعم صحيح. جميل، هناك لوحة مزخرفة أخرى يعني أخذت شكلا لوزيا حقيقة، يعني تعانقت في مركزها ثلاثة واوات. حقيقة أنا يعني توقفت كثيرا عند هذه اللوحة وهذا العناق للوحات بشكل دائري، وكأنه هناك يعني دوامة تنطلق من خلال هذه الواوات. ودي أن نقف على سر هذه الواوات الثلاثة المتعانقة. بالضبط نفس ما حكيت، سر الواوات اللي هي كانت برضو التشويق، عنصر اللي بيخلي المتلقي باحث في ما وراء هذا الرمز اللي يتم طرحه في الأعمال الفنية. وجود الواوات أو هي أصلاً هاي اللوحة اللي هي مركزها مجموعة من ثلاث تكرار لحرف الواو وأخذت شكل لوزي، راح أحكي عن الشكل اللوزي بعد التوضيح. أول هي أصلاً لوحة كاسم هي واو الجمع. في هاي اللوحة هي الخروج عن وهم الكثرة وإنه الواحد يلاقي، نحكي لها بشكل مختصر، لجلاء الوحدة. نعم. فأنت بتطلع من الوهم اللي إحنا عايشين فيه في الدار الفانية هذه، نعم. لأنك تلاقي مركز وجودك. فالثلاث واوات لكل واو كان في لهم معنى. الواو الأولانية اللي هي الواو النسبي أو نعم. هي واو الوهم أو هي واو الوجود الأرضي اللي إحنا فيها، وما بعدها واو الحقيقة اللي هي كلاتنا بنسعى أنه نوصلها. عشان أربط ما بينهم كانت في واو الجمع. واو الجمع هي ما بين العالم النسبي والعالم المطلق، نعم. عشان أربطها هي انعكاس للنور المحمدي، هي انعكاس للبرزخ، هي انعكاس لعيسى عليه السلام، نعم. هي انعكاس للشكل اللوزي. فالشكل اللوزي هو ناتج عن تقاطع دائرة اليمين مع الشمال، نعم. عالم نسبي مع المطلق، تقاطعهم البرزخ اللي هي منطقة الانتقال، اللي هي المنطقة، نعم. المنطقة اللي احنا بنحاول نسعى انه نخلص منها عشان نطلع للي جميل. بعده. هذه يعني انا هكذا اوحت لي اللوحة انه هناك دوامة تنطلق صحيح. من هذا هذه الدوامة، ما الدوامة؟ ما هي فيه؟ لفة الواوات، نعم. كيف الواو عم بتلف حول المركز، واحنا هذا اللي عم نعمله، عم نلف عبال ما نلاقي الدوامة اللي هي إحنا عايشينها في حياتنا الدنيا، نعم. عشان نطلع ونلاقي هي المنطقة البحث، نعم. الدائم عن حقيقة الوجود. هذه ومركز. الدوامة محصورة بشكل لوزي، يعني داخل إطار بالضبط. لوزي، لأن هي داخل زي ما حكينا الشكل اللوزي اللي هو بنحكي عنه البرزخ كذلك، نعم. الأمر. فالشكل اللوزي هي التقاطع ما بين عالمنا النسبي وعالمنا المطلق، نعم. وإحنا كيف نطلع منه لنعبر المرحلة الثانية. لوحة أخرى حقيقة عكست خريطة للوطن العربي لونته باللون الأحمر ووسط دائرة زرقاء. ودي أن نصل أو نعرف من خلالك ما هي الرمزية لأنك لونت خارطة الوطن العربي بالأحمر والدائرة التي تحيط بالخارطة الوطن العربي باللون الأزرق. صحيح، هي كانت فيها تدرجات من اللون الأحمر، نعم. لأنه إحنا في منطقة الانفعال، إحنا في منطقة الحركة، إحنا نعم. في منطقة البحث في العالم الأرضي ما زلنا، نعم. والدائرة زي ما حكينا برضو قبل شوي هي العالم الروحي، واللون الأزرق هي منطقة السكينة. فإحنا في العالم حاليا في منطقة الحركة والبحث نعم. وفهم اصلا ايش اللي مطلوب من وراء كل هذا الوجود. وهي كانت تكوينه كل الخارطه اصلا مبنيه على كلام، يعني اللي بدقق في العمل الفني هي مبنيه حتى بالخط الكوفي الشطرنجي، امن، موده، محبه الى اخره. كنت بحاول اعكس الصوره الايجابيه عن العالم اللي احنا عايشين فيه بطريقه مبسطه عن طريق كلمات واضحه
باستخدام ألوان نارية عشان إحنا في عالم الحركة زي ما حكيت، لكن أول على آخر ولا بد إنها تسكن، فمننتقل للون بشكل تدريجي، مننتقل لدرجات اللون الأزرق، وبالأخير بنختتمها في الدائرة. نعم. اختتامها بالشكل الدائري، ما عاد في أرض، إحنا طلعنا على عالم روحي. الموضوع الخط الشطرنجي أنا قبل في المعرض كان موجود. في المعرض أينا حضرتك تحدثتي؟ فودي أن نعرف ما هو الخط الشطرنجي. الخط الشطرنجي هو أحد الخطوط الكوفية، وهو من الخطوط المفضلة عندي. نعم. لبساطته، لكن بده فكر كتير عالي تقدر تعمل. يعني هو الخط الكوفي نفسه يسمى خط كوفي شطرنجي. نعم. هو أحد الخطوط الكوفية، لكن هو بيعتمد على الزوايا القائمة، ومن اسمه شطرنجي أو مربع بنحكي له، بيعتمد على تكرار المربعات. نعم. وأنا ليش بوصفه أو بحكي هو من الخطوط اللي بوظفها عادة في أعمال فنية، لأنه إحنا في عالم أرضي، فكان أنسب شيء حسب المواضيع اللي أنا بطرحها إنه إحنا ما زلنا في هذا العالم الأرضي، والارتقاء اللي كان موجود في اللوحات عم بحاول أنقل لخفة. نعم. إذا بتتذكر الأعمال الفنية كانت تقول تحت، وفوق برضو في عندي لسه خفة موجودة في الأعمال الفنية. جميل جميل جميل، سعدنا بهذا الحوار. أشكرك أستاذ. الممتع والمشوق، شكرا لك الفنانة التشكيلية والمزخرفة الأردنية ربا أبو شوشة على هذا الحوار الجميل. أشكرك أشكرك كلك ذوق أستاذ محمد، وشكرا كثير على الاستضافة. شكرا لك شكرا لك. وعلى شكرا. الحديث الرائع. أنت الرائع، شكرا لك. أشكرك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.